ونوفر وعاية صغيرة خالص ونزرع فيها أكبر قدر من الخضروات والخس اللي يفيدنا وفي نباتنا، وخاصة إن شاء الله رب العالمين هنعمل بقى دفعة لرمضان الجاي دي هناكلها، وإن شاء الله رمضان الجاي هيبقى فيه دفعة تانية إن شاء الله تيجي قبل رمضان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي تجارب قدام حضراتكم شفتوها، وعاية صغيرة زي دي كده نص إزازة معمول فيها أربع خس لا قوة إلا بالله، وبنفس طريقة التسميد اللي إحنا بنتابعها مع حضراتكم، سماد قشور الموز وسماد قشور البطاطس وبعض الإضافات القليلة. دلوقتي ما شاء الله احنا لسه ما كملناش المده البينيه بتاع اللف، وحضراتكم تشوفوا ما شاء الله الخصيه بقت عامله ازاي في الوعايه اللي كنا زارعين مع بعض فيها السبع خصيات اللي كنا زرعناهم في اول. وفي زراعات البلكونات حضرتك ممكن تحط دي على بلكونه بسهوله جدا جدا. نبدا كما تعودنا دائما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله حضراتكم التجربه دي هتفيد حضراتكم كتير، وان شاء الله رب العالمين هتعجبكم جدا في التنفيذ. تقدر تزرع على بلكونتك بسهوله خالص سبع شتلات اهمت حضرتك ممكن تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بينا نعمل النموذج اللي حضراتكم شايفينه ده. محتاجين ايه عشان نعمل النموذج ده؟ زي ما حضراتكم شايفين هنعمل، محتاجين ازازه كبيره وازاز صغيره زي اللي حضراتكم شايفينها، ونبدا نقص فيها ونجهزها للاستخدام عشان نعمل شكل مبتكر. وافكر حضراتكم بس لو عجبكم الفكره اللي احنا بنعملها تنسوش يا جماعه اللي مشتركش يشترك معانا في قناتنا وتدعمونا باللايك وتشيروا الفيديو عشان نوصل الفكره اللي قدام حضراتكم دي المبتكره دي. محتاج الادوات اللي حضرتك شفتها معايا، القلم، القطر، الحاجات بالطريقه اللي انت شايفها بسيطه خالص، وفضلت ان انا اعرضه لحضراتكم بسرعه على اساس ان احنا نوفر الوقت مع حضراتكم وتستفادوا من الفيديو اقصى استفاده في اقل وقت ممكن. يبقى حضرتك جهزت الازايز زي ما انت شايف، بتقطع الازايز بتاعتك وبتظبطها، وعلى اساس ان احنا ان شاء الله رب العالمين في الجزء اللي بعد كده هوري لك هنعمل الازايز ازاي ونرجع نركبها في الازازه الكبيره بشكل مبتكر وجميل هتستفاد منه حضرتك ان شاء الله، وتزرع اكبر قدر من النباتات على سطح بيتك وفي بلكونتك بكل بسهوله وبساطه ان شاء الله رب العالمين. طبق الفكره دي ان شاء الله هتحقق فايده كبيره جدا من زراعه الاسطح ومن زراعة البلكونات، واتمنى نكون حضراتكم مستفيدين او مستمتعين بشكل التجربة اللي احنا بنعرضه لحضراتكم. ان شاء الله في المرحلة الجاية دلوقتي هنروح نجهز التربة الزراعية. شوفوا حضراتكم التراب اللي احنا هنستخدمه بنغربله وبنجهزه للزراعة عشان يبقى شكله كويس وما يبقاش فيه حصوات، وده حاجة مهمة زي ما انا قلت لحضراتكم. نرجع نجهز الازايز بتاعتنا ونتأكد ان احنا مخرمينها من تحت زي ما حضراتكم شفتم، ونبدأ نركب الازايز الصغيرة ونحط شتلات الخس بتاعتنا فيها بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. وبطريقة بسيطة جدا يا جماعة بيتم زي ما انتوا حضراتكم شايفين ان احنا هنبدا نركب بقى سبع خصيات في الازازه الكبيره اللي حضراتكم شفتوها في تقسيمها من الاول، ونتاكد للمره الثانيه يا جماعه ان الازازه متخرمه من تحت، وده شيء ضروري جدا جدا في الزراعه بالنمط اللي انتوا حضراتكم شايفينه. بعد ما حضرتك بتجهز الازازه حضرتك بتزرع على دورين، ما بتزرعش ما بترويش مره واحده. بعد ما تجهز الطبقه اللي تحت اللي فيها الشتلات اللي عند حضرتك هتشوفها دلوقتي بتبدأ تروي عشان الإزازة من تحت يكون شربة المية والخص المزروع في الطبقة التحتانية يكون استفاد زي ما حضراتكم هتشوفوا إن شاء الله بالتفصيل، وتقدروا تستفادوا أقصى استفادة من التجربة اللي حضراتكم شايفينها. زرعنا وخلاص، وهنعمل طبقة تانية فوق عشان إن شاء الله رب العالمين يكون
السبع خاصيات بتاعتنا اللي احنا شفناهم في النموذج الاولاني من العرض يكونوا كلهم السبع مزرعين، وهتشوفوا كمان في اخر فيديو خليكم معانا ان شاء الله كده هتشوفوا ان احنا عملنا التجربه دي كمان، وبدل ما بقوا سبعه بقوا سبعه وسبعه وسبعه لحد ما زرعنا كميه خص رائعه هتشوفها حضرتك معروضه في الفيديو ده، هتستمتع بيها وبشكلها، وهتقرر بعد ما تشوف الفيديو ده ان انت لازم تزرع بالطريقه دي، لان الطريقه دي يا جماعه توفر عليكم كتير جدا جدا في زراعه الخص بالذات، واللي ممكن يستفاد من التجربه دي ويعممها ان هو يزرع بيها فراوله تنفع معاه، او عايز يزرع فجل ممكن تنفع معاه برضك بشكل كويس، وهيحقق منها نتائج مبهره، بالذات الفراوله تنفع بنفس الشكل او النمط اللي حضراتكم شايفينه، هتدي لك نفس الاداء زي الخص ويمكن افيد كمان. لو حضرتك عايز تقلل عدد الخص اللي حضرتك شايفه اقل، اوكي انا في التجربه تانية بعد كده زودته، بدل ما هم سبعه خليتهم ثمانيه، وخليت اربعه تحت واربعه فوق وواحده فوق، بقوا تسعه مش ثمانيه كمان. ان شاء الله رب العالمين هتشوفوا في المراحل اللي جايه ازاي الخص ده اتغير، وازاي حقق نمو في مراحل وفي اسابيع متتاليه، صورتها لحضراتكم عشان تقدروا تستفادوا من التجربه بشكل عام، وحضراتكم تقدروا تاخدوا خطوات تنفيذها بالتفصيل قدام حضراتكم. اتمنى ان نكون حضراتكم مستمتعين بتنفيذ الفيديو، وزي ما انا قلت لحضراتكم اللي ما اشتركش يشترك معانا في قناتنا، هيستفاد كتير جدا 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 من المحتوى اللي احنا بنقدمه دائما. وده كده شكل النمو بعد اسبوع من الزراعه زي ما حضراتكم شفتم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حضراتكم شايفين النموات الرائعه للخص ما شاء الله، زرعنا دوم ال 14 خاصيه مع بعض، وهنتابع نمواتهم بالتتالي من كل ناحيه، والتسميد اللي انا شغال بيه زي ما حضراتكم حضرتوا فيديوهاتي التسميد اورجانيك تماما، ما بنضيفش اي مسمد كيميائي تماما لزراعتنا، وحضراتكم شايفين البرميل ده حضرته التسميد معايا. تابعوا ان شاء الله هتشوفوا النموات ده للخص ده هيوصل لحجم عامل ازاي بالطريقه المبتكره اللي احنا عملناها مع حضراتكم. وبعد 15 يوم من الزراعه ممكن حضرتك تشوف التغير اللي حصل للخص بعد زراعتنا بالطريقه المبتكره اللي احنا عملناها مع حضراتكم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. 15 يوم بس يا جماعه، والنموات هتلاحظ ان هي ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبنفس طريقه التسميد اللي احنا بنتبعها مع حضراتكم، سماد قشور الموز وسماد قشور البطاطس وبعض الاضافات القليله من الان بي كي متعادل. حضراتكم شايفين النموات عامله ازاي، زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو 14 خصايه في نقين مش هيكلفوك اي شيء خالص، هلف لكم الناحيه الثانيه واوريهم من الناحيه الثانيه كمان. ومن الناحيه الثانيه حضراتكم شايفين اهوت النموات يا جماعه الخاص زي ما انا قلت لحضراتكم في على البلكونه، احط بقى زي ما انت شايف كده الخاص عامل ازاي ما شاء الله لا قوه الا بالله، واحنا في عمر ال 15 يوم بس ان شاء الله التجربه هتفيد حضراتكم كتير، وهنتابع لحد ما نقطع خصايه عشان ناكلها مع حضراتكم ان شاء الله. شهر من الزراعه اصبح الخاص كما حضراتكم شايفين دلوقتي ما شاء الله، احنا لسه ما كملناش المده البينيه بتاع اللف، وحضراتكم تشوفوا ما شاء الله الخصيه بقت عامله ازاي في الوعايه اللي كنا زارعين مع بعض فيها السبع خصيات اللي كنا زرعناهم في اول الفيديو، حتى ما شاء الله لا قوه الا بالله لما بفضل الله التجربه دي دوم اللي كانوا مزروعين مع بعض حضراتكم كان في واحد قبل التاني بشويه، احنا في مرحله اللف اهيت، احنا لسه شهر كده بالظبط قدامنا كمان ناخد كمان 10 ايام وناخد الخص ده ناكله ان شاء الله نقلعه مع بعض. عملنا بقى التجربه كمان بس بشكل اوسع شويه، يعني كنا عاملين تجربتين دول مع بعض كل واحده فيها سبعه، دوم زودتهم شويه ثمانيه، وهشوف ان شاء الله هل هيدي اثر زي الثاني ولا لا. اهو ده ثمانيه، يعني انت حضرتك دلوقتي معاك البلاطه ديت كده 40 في 40 فيها 30 خصايه، 4 في 7 ب 28، ودي فيها كمان 2 زياده، 30 خصايه في المكان اللي حضرتك شايفه. اتمنى ان يكون المنظر ده عاجب حضراتكم، واتمنى ان تكون الفكره ان شاء الله تلقى استحسان واعجاب، وحضراتكم تنفذوها ان شاء الله هتحصلوا على خص في البلكونه او على السطح بعدد كبير جدا من الاواني اللي انتم شايفينها، باقل عدد من الاواني واقل تربه تحصل على كميه خص اللي انت شايفها دي. تمام ان شاء الله رب العالمين. دي طريقه تانية برضك غير اللي انا كنت عاملها مع حضراتكم،
احنا بنحاول نبتكر بقدر المستطاع نقلل الكمية التراب المتاحة ونوفر وعاية صغيرة خالص ونزرع فيها اكبر قدر من الخضروات والخس اللي يفيدنا وفي نباتنا، وخاصة ان شاء الله رب العالمين هنعمل بقى دفعة لرمضان الجاي دي هناكلها، وان شاء الله رمضان الجاي هيبقى فيه دفعة تانية ان شاء الله تيجي قبل رمضان. ما شاء الله لا قوة الا بالله، دي تجارب قدام حضراتكم شفتوها، وعاية صغيرة زي دي كده نص ازازة معمول فيها اربع خصيات بشكل رائع، ممكن حضرتك تنفذها على البلكونة بقى، ممكن حضرتك تنفذها على السطح، تنفذ التجارب اللي حضرتك شفتها ديت معايا. اديتك طريقتين لزراعة الخص بكل سهولة، وزي ما انتم شايفين حضراتكم احنا في المراحل الاخيرة للحصاد، اسبوع كده بالكتير وان شاء الله رب العالمين ناخد احلى خص ونزرع دفعه تانية زي ما قلت لحضراتكم، بياخد من 30 ل 35 يوم مش اكتر من كده وتاخد احسن خص. اتمنى ان يكون الفيديو ده لقى اعجاب حضراتكم ولقى استحسان حضراتكم، وتطبقوا الفكره دي على سطوحكم وفي البلكونات بتاعتكم، وان شاء الله اتحقق معاكم فوائد كبيره جدا جدا. لو حضراتكم اول مره تشوفوني انا احمد وحشيش في قناتي ارضنا على سطحنا، اشرف ان انتم تنتموا لنا في قناتنا المتواضعه، وتدعمونا دايما يا جماعه باللايك وتشاروا الفيديو عشان اللي حابب يزرع خضروات وحاجات زي دي بسهوله وببساطه ويستفاد من الخامات المتاحه ليه ان شاء الله هيلاقي في الفيديو ده هدفه او ما يبحث عنه ان شاء الله. والتقي حضراتكم في فيديو جديد عما قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.